السلام عليكم اخوتي خوتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. في هذه الحلقه غادي نشرح فيها يعني خصوصا التلاميذ او الطلبه المقبلين على بكالوريا حره. اذا ملي كيبغيو يتسجلوا فكيطيحوا ما بين يعني خيارين، خصوصا يعني اللي في الادب بصفه عامه، واش يختاروا المسلك ديال العلوم الانسانيه او لا يختاروا المسلك ديال الاداب، وشنو هو الفرق بيناتهم وشكون اللي حسن. اذا كل هذه الاسئله غادي نجاوب عليها ان شاء الله من خلال هذه الحلقه. اذا وغادي نعطيكم يعني ما هو الافضل في اخر الحلقه، يعني شنو هو الاحسن، واش علوم الانسانيه او لا الاداب. اذا ملي كتمشيو كتسجلوا يعني في البكالوريا حره الاداب، كيقول لكم واش تختاروا يعني العلوم الانسانيه او الاداب. هنا كيحيروا مجموعه ديال الناس، يعني علاش قالوا لنا الاداب وعلاش قالوا لنا العلوم الانسانيه وشنو هو الفرق بيناتهم. اذا كما كتعرفوا على ان طبعا يعني الفرق ماشي هو شي فرق يعني كبير بزاف، فقط يعني الفرق كاين في المعاملات، وانا غنعطيكم المعاملات ديال يعني المسلك ديال الاداب ثم يعني المسلك ديال العلوم الانسانيه. كما كتعرفوا في الوطني كتمتحنوا في الاجتماعيات والفلسفه والانجليزيه والعربيه. الناس ديال الاداب، المعامل ديال الاجتماعيات والمعامل ديال الفلسفه هو ثلاثه. اذا الاجتماعيات والفلسفه المعامل ثلاثه، اما الانجليزيه والعربيه المعامل اربعه. اذا انتم كتشوفوا في الاداب على ان الانجليزيه والعربيه فقط يعني كتكون المعامل ديالهم اربعه، المعامل كيكون طالع. العكس اللي غادي نشوفوا في المسلك ديال العلوم الانسانيه، المسلك ديال العلوم الانسانيه كتكون الاجتماعيات والفلسفه المعامل اربعه، الاجتماعيات والفلسفه المعامل اربعه، المعامل طالع. اما الانجليزيه والعربيه فالمعامل ديالهم هو ثلاثه، الانجليزيه والعربيه المعامل ديالهم ثلاثه. اذا فقط هذا يعني هو الاختلاف، يعني اللي كيكون ناهيك عن 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 الاختلاف في العدد السوايع، فيعني ماشي شي اختلاف يعني كثير بزاف، خصوصا يعني الناس ديال اللي يعني اللي مقبلين على البكالوريا حر او البكالوريا حره عفوا. هذا يعني فيما يخص تقريبا يعني الفرق بيناتهم. اما يعني شنو هو الافضل، اذا الافضل بالنسبه للتلامذ، بالنسبه للتلامذ ماشي الافضل بالنسبه لي انايا، يعني انا بالنسبه لي راه عندي مشكل يعني نفس الشيء، فقط يعني بعض يعني الاختلافات في المعاملات، اقول في المعاملات. اما في الدروس فنفس الدروس اللي كيقراو المسلك ديال الادب نفس الدروس اللي كتقرا يعني في المسلك ديال العلوم الانسانيه، فقط كما قلت لكم الفرق يكمن في المعاملات فقط. بالنسبه يعني انا كنقول للناس اللي غادي تمشي تسجل يعني في الاحرار احسن ليها على انها تمشي تسجل يعني في العلوم الانسانيه، المسلك ديال العلوم الانسانيه. لان علاش؟ عندهم الاجتماعيات والفلسفه مواد اللي سهله بالنسبه لهم، والمعامل ديالها اربعه. يعني العلوم الانسانيه عندهم الاجتماعيات والفلسفه سهل يعني باش يراجعوا، سهل انهم باش يعني يحفظوا فيه، سهل مجموعه الحوايج، كيكون المعامل ديالهم اربعه. اما الانجليزيه والعربيه فالمعامل ديالهم ثلاثه، والانجليزيه طبعا كتبقى ماده ثانيه يعني كتكون صعيبه بالنسبه للتلميذ الى غير ذلك، انا كنهضر على بعض التلاميذ ماشي يعني كلشي. والعربيه ايضا فيها يعني مجموعه من التعقيدات بالنسبه لهم، فيها مجموعه من الاشياء ما كيفهموهاش. اذا فنصيحتي على انكم تسجلوا يعني في العلوم الانسانيه، فيعني غتكون يعني افضل. علاش؟ لان في اللغه العربيه هنايا، لان هو التخصص ديالي طبعا ديما كنميل للتخصص ديالي لانه هو اللغه العربيه. اللغه العربيه هنا كيعطيوهم النص نص نظري، والنص نظري بالمقارنه مع النص التطبيقي، فالنص التطبيقي يعني كيكون صعب شويه على النص النظري. اذا فالعلوم الانسانيه كيعطيوهم النص النظري في الدوره العاديه، اما الدوره الاستدراكيه كيكون العكس ديالو اللي هو النص التطبيقي. اما الاداب فيعني الاداب كما قلت لكم اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، ف
يعني العربيه كتكون يعني كيعطيو لهم في الدوره العاديه نص التطبيق ونص التطبيق يعني فيه الشعر الى غير ذلك، فكيكون يعني غالبا صعيب بالنسبه يعني للتلاميذ. اذا من خلال هذه الحلقه انا كنقول لكم اللي يعني ممكن يعني انكم يعني مزيان انكم تسجلوا فيها، لكن بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا عندهم اللغه الانجليزيه واللغه العربيه مزيان، اذا فما كاين باس انهم يمشيو يديروا الاداب مسلك الاداب يعني عصريه. اما بالنسبه يعني كاين اللي يقول لي شنو يعني الافاق ديال الاداب على الافاق ديال، فكنقول لكم تقريبا نفس الافاق يعني ملي كتاخذ البقره كتاخذوا اداب ما كتاخذوش يعني اداب يعني، وتقريبا نفس الافاق اللي كتكون عند الانسانيه هو نفسه يعني اللي في الاداب. اذا الى حدود الان، وهذا لا يعني على انك كما قلت لك يعني شتي راسك انك تخدم في اللغه الانجليزيه مزيان واللغه العربيه يعني سير دير الاداب، اما يعني دير دائما المواد اللي كتكون فيها المعاملات طالعه، لانك راه مثلا عندك اللغه الانجليزيه مزيان وكتضبط مزيان وتقنها مزيان الى غير ذلك، فهي المعامل ديال اربعه. اذا غدير المسلك ديال الادب ما يمكنلكش انك تمشي دير العلوم الانسانيه المولي هو المعامل ديالها ثلاثه. اذا دائما كما قلت لكم انا المواد عطيتهم لكم دابا، ها نتوما عندكم المعاملات ديالهم، شتي راسك بانك متسوق في هذه المواد اللي عطيتك واللي عليها المعاملات اربعه، فسير دير يعني هذا المسلك اللي انا شرحت لك. اما الا شتي راسك ما تقدرش مثلا انك هذه المواد ما كتعرفش تخدم فيهم مزيان او لا غير ذلك، فغدير تخصص اخر. اذا خوتي خواتاتي القناه مفتوحه اللي هي ديالكم، ماشي يعني انا فقط يعني اشرح، فهي القناة ديالكم وفعل التساؤلات ديالكم بفعل يعني التعليق ديالكم، فكتخليني على انني نزيد نحط فيديوهات وكنتفاعل يعني مع يعني التساؤلات ديالكم. اذا خوتي خواتاتي الى حدود الان، فكنتمنى على انكم تكونوا يعني فهمتوا يعني الفرق ما بين يعني الاداب والمسلك ديال العلوم الانسانيه، ثم يعني عرفتي شنو ممكن انك دير. اذا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.